مهندس أميل غنام وهو الأمين العام لجمعية رابطة أصحاب مصانع الغزل في المحلة. باشمهندس سمير أهلا بيك وصباح الخير. اهلا بحضرتك، صباح الخير يا استاذه دينا. أهلا بيك باشمهندس سمير. أنا بتكلم في مشاكل كتير عند حضراتكم في المحلة وحضراتكم أصحاب مصانع الغزل والنسيج، وجايز حضرتك تكلمني أكتر عن المشاكل اللي بتقابلكم. تمام يا استاذه دينا. حضرتك بدايه بتقدم بالشكر لحضرتك وللبرنامج اللي بيساهم في عرض وحل العديد من المشاكل، واحنا فعلا المدينه في حاله ترقب وخوف وترقب من انها مهدده مصانعها بالغلق او عدم الاستمرار في العمل. العدد اللي انا قلته صح 1200 مصنع؟ هو يزيد عن 2000 مصنع، منها 1200 مصنع مسجل. 1200 مسجل بس انا بتكلم عن الرسمي 1200، بس في الواقع هو يزيد عن ال 2000. تمام. تمام. اتفضل. حضرتك يعني احنا بنعاني من ارتفاع حاد في اسعار الخامات من الغزول ومواد الصباغه يزيد عن الضعف. المواد الخام دي مستورده ولا؟ مواد الخام مستورده. ويؤسفني اقول لحضرتك ان احنا في الماضي كنا بنعتمد على القطن المصري، لكن الحكومات المتعاقبه افقدت مكانه مصر في زراعه القطن واهملت زراعه القطن المتوسط قصير ومتوسط التيله. تمام. يعني ممكن هي بتزرع دلوقتي او اللي بيزرع من الاقطان الطويل التيله، وده اللي اسواق في المحله عندنا وعلى مستوى الجمهوريه في حاجه الى 95% من القصير ومتوسط التيله. فده اهمال في وزاره الزراعه نقدر نقول حضرتك. طب دي ناحيه الاقطان وناحيه المواد الخام اللي ارتفعت اسعارها. احنا بقى بنستورد الغزول البديل، ان احنا بنستورد الغزول ومواد الصباغه، وكنتيجه طبيعيه لتحرير سعر صرف الجنيه المصري. واحنا مش ضد التحرير، التحرير ده خطوه يمكن جاءت متاخره ورشيده من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي اخذها ضد شعبيته، فاحنا بنقدر له كده، لكن في اثار سلبيه يجب على الحكومه تداركها في للحفاظ والبقاء على الاستمرار المصانع في العمل. طيب دي احنا اتكلمنا في النقطه الخاصه بارتفاع اسعار الخامات والغزول والاقطان اللي حضرتك اتكلمت عليها. خلينا نتكلم بقى عن العماله. انا بتكلم في كام عامل تقريبا في المصانع اللي موجوده في المحله مهددين بغلق منازلهم؟ والله يا استاذه دينا يعني العدد يفوق عن 300,000 عامل وعامله في المصانع. 300,000 ويزيد. ويزيد. دول منتشرين يعني على منتشرين في مصانع المحله، على موزعين على المصانع كلها. مثلا النسيج والمسابغ والملابس الجاهزه. طبعا ده بخلاف ان في مصانع في 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 صناعات مغذيه ومكمله لتلك الصناعه، منها مثلا البلاستيك او الاكياس التعبئه والتغليف وكده، وصناعات اخرى يعني زي التطريز، مصانع بقى ورش بقى تطريز وخلافه، فصناعه كبيره. وحضرتك عارفه ان المحله مدينه عريقه. طبعا من اقدم الصناعات. طيب خليني اسال حضرتك، دي المشاكل بس ولا في مشاكل تانية؟ بتكلم عن لا ارتفاع اسعار المواد الخام طبعا والايدي العامله. ايه تاني؟ في ارتفاع بقى حاد برضه في اسعار الخدمات من كهرباء ومياه وعلى الغاز طبعا. الغاز والغاز ده طبعا قصه ثانيه خالص، وقصه واكبر مشكله هي لو قلنا الغاز. لان الغاز تضاعف سعره، يعني مدينه المحله لما بدات بالغاز اللي تتوافق مع البيئه كان سعر المليون وحده حراريه 2 دولار. والمشكله الكبيره كمان يا استاذه دينا ارتباط سعر توريد الغاز للمصانع مستخدمه الغاز بالدولار. يعني احنا بنعتبر ده مخالف للدستور، لان الدستور بينص على ان العمله الرسميه. معلش تاني، يعني معنى كده حضراتكم المفروض ان انتوا تدفعوا الحاجات دي بالدولار؟ بالدولار، بس هو مرتبط بسعر الدولار، بندفع بالجنيه المصري بالسعر المعلن البنك المركزي وقت اصدار الفاتوره. ده طبعا بيحجز المصنع عن حساب تكاليفه، لانه ما هو ما يعرفش حضرتك الدولار هيكون بكام، هيسعر ب 15 ولا ب 18 ولا ب 19. طيب ده خليني بيعرضه للخساره حضرتك، يعني ده بيعرض المصنع للخساره عشان يعجز عن حساب التكاليف، والفاتوره بتجيله بعد ما يكون باع المنتج بشهر. طيب على مستوى الـ المنتج نفسه بقى،
انتوا عندكم مشاكل في المنتج؟ يعني هل لو هتكلم في كفاءه، يعني مش هتكلم في الجوده، انا عايزه اتكلم في المنافسه، هل المنافسه عادله مع المنتجات اللي بيتم استيرادها من الخارج، او ممكن منتجات بتخش بصوره او باخرى؟ لا طبعا، احنا بنقول ان التهريب عندنا برضو ده مشكله كبيره. والتهريب ده له صور متعدده، يعني له صور متعدده من خلال المناطق طبعا الحره. ده مأثر عليكم تاثير سلبي في المنافسه. طبعا طبعا احنا بنقول وبنرفع شعار ان كل كونتينر بيدخل مهرب يقفل مصنع. كل كونتينر واحد يقفل مصنع. تمام. وان في ناس بتبقى في التهريب حضرتك مثلا بتهتم بالمخدرات او المنشطات، بتبقى مثلا وما فيش مثلا في الجمارك الاجهزه الكشف على البضائع للكشف عامه بداخلها باجهزه معطله. طيب يبقى احنا عندنا ناحيه التهريب. خليني اسال حضرتك، هل مصانع المحله الكبرى فقط اللي بتعاني من كل الازمات دي، ولا مصانع الغزل على مستوى الجمهوريه؟ على مصانع النسيج والمسابر على مستوى الجمهوريه حضرتك. وبعدين حضرتك يا استاذ دينا، عايز اضيف كمان يعني مع التهريب في تهرب، التهرب واقصد بيه التهرب بالتسجيل، وده على مسمع ومرأة من الحكومه. واحنا قابلنا وزراء وشرحنا لهم هذا الكلام، ان المصانع الغير مسجله دي والدوله انا اكاد اكون اقول انها بتساعدهم، بعض الجهات مثلا زي مؤسسه الكهرباء او شركات الكهرباء توزيع الكهرباء بتوصل لهم يمكن تقريبا بقرار وزاري بعداد كودي دون الزامهم التسجيل لدى كل من الضرائب العامه وضريبه المبيعات. طيب خليني اسال حضرتك، مع كل المشاكل والازمات اللي انتوا بتعانوا منها كاصحاب مصانع غزل ونسيج في المحله، وحضرتك قلت لي كمان ان ده على مستوى الجمهوريه يعني بس مش في المحله، قدمتوا شكاوي؟ قعدتوا مع حد من المسؤولين؟ اتكلمتوا مع حد؟ والله كان في فندق الماسا من 3 اسابيع اتقابلنا مع الدكتور، مع وزير الصناعه المهندس طارق قبيل، طارق قبيل ووزيره الاستثمار، وشرحنا لهم وزير قطاع الاعمال ووزير الزراعه، هم عرفوا المشكله، وصلت لهم النقط اللي حضرتك بتقولي عليها، وصلت لهم النقط. واحنا قابلنا الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط برضو قبل كده، بخلاف طبعا الرقابه الاداريه في شارع النزهه، عرضنا عليها المشاكل بتاعتنا. طب يعني كلهم مسؤولين ما شاء الله، كل واحد في حكومته يعني قادر ان هو يحل، بس عملوا ايه بقى؟ تمام. اخر اجتماع كنا احنا بالقاهره في اتحاد الصناعات في غرفه الصناعه النسيجيه شعبه الصباغه، بخصوص المشاكل دي وعلى راسها الغاز. ويعني قالوا ما فيش حل الا تدخل سياده الرئيس يعني في الموضوع، لان يعني هو وزير الصناعه مع وزير التخطيط وزيره الاستثمار كل دول قالوا ما فيش حل غير تدخل رئيس الجمهوريه، يعني هم ما عندهمش الصلاحيه اللي عمل اي حاجه؟ لا هم ما قالوش، لكن احنا اللي بنقول، لان احنا بنشوف الوزراء كل واحد بيسمع المشكله حضرتك وما بيتدخلش فيها لانها مش متشابكه مع وزارات اخرى. طيب يعني طيب مفيش رد؟ انا فاهمه حضرتك، مفيش رد من اي وزير من الوزراء المعنيين جالكوا، او حتى في الحوار معاكوا كان بيقول لكوا ايه، سواء وزير الصناعه او وزيره الاستثمار، كان الرد ايه؟ والله هم يعني بياخدوا التوصيات، النقاط والتوصيات، ومفيش يعني قرارات بتصدر. يعني انا لسه مثلا في الاجتماع الاخير في فندق الماسا اللي قابلنا فيه وزير الصناعه، انا قلت لابد من متابعه الوزير، فين قراراتك؟ فين القرارات؟ يعني كان محمد بيه فريد خميس هو الراعي لهذا المؤتمر في فندق الماسا، وطلبت رابطه اصحاب صناعه النسيج المسؤول ان هو يتابع محمد بيه فريد خميس ويحكي معاه فين قرارات الوزراء، هي مش كانت جلسه وكل واحد يعني خلاص قعدنا. يعني ولا وزير يا باشمهندس سمير الى الان من الوزراء المعنيين اتكلمتوا مع، يعني انتوا اتكلمتوا مع وزراء كتير على حد كلام حضرتك، بس ما فيش حد اخد قرار او ممكن يكون في خطوات جاده في الموضوع ده في حل اي مشكله؟ لا ما فيش اي رد جالنا ولا اي قرار ريحنا. انا بتكلم في مشاكل كتير، بتكلم في عماله ممكن يتم تسريحها، بتكلم في جزء كبير من الاقتصاد المصري، انتوا شايفين ان انتوا رايحين على فين، ومين اللي ممكن يعني يكون مش عايز اقول السبب، بس ممكن مين اللي يساعد في حل مشاكل حضراتكم؟ والله يا استاذه دينا احنا رايحين في نفق مظلم، واقدر اقول لحضرتك برضو ان احنا عندنا بعض المصانع بدات تعلن عن رغبتها في بيع مصانعها، ده حقيقي بالفعل يعني وليس فيه اي مبالغه.
طيب انتوا دلوقتي فاحنا يعني ما بنأملش ان احنا نفسنا الحفاظ على العمالة ونفسنا البقاء على تلك الصناعة العريقة. مين حضرتك يا باشمهندس سمير بعد ما قعدتوا مع كل المسؤولين دول ولقيتوا ان الكلام غير مجدي، شايفين الحل مع مين؟ مين اللي بتوجه له رسالتك؟ مين اللي بتقول له احنا كأصحاب مصانع الغزل والنسيج مش في المحلة بس، على مستوى الجمهورية عندنا مشاكل، عندنا مشاكل في العمالة، عندنا كل المشاكل دي، مين والله في ايده ممكن يحل؟ احنا بنوجه النداء للسيد الرئيس المبجل عبد الفتاح السيسي، لان هو برضه يوازن مع رئيس الوزراء، يوازنوا الموازنة اللي هي توقف تلك المصانع او الاثار السلبية من بعد اجتماعي ومن بعد امني، ومع تقديم بعض التيسيرات للمصانع. طيب يعني مناشدتك يا باشمهندس سمير لسيد رئيس الجمهوريه، لان حضرتك بتتكلم على مجموعه من الوزراء اللي للاسف ما فيش خطوات جاده منهم. تمام، احنا سلكنا كل الطرق واحنا في الرابطه يعني بنسلك كل الطرق الشرعيه، وبعدين مثلا المصانع قدمتوا طيب يا باشمهندس سمير بس عشان وقتي معلش انا بعتذر، هل قدمتوا اي شكاوى لمكتب رئيس او بعد ما اتكلمتوا مع الوزراء وما حصلش اي تفاعل؟ بعتنا استغاثه لرئيس الجمهوريه وعندنا ما يفيد حضرتك، وبرضه ما تلقناش رد، ونامل ان هو يعني توصلوا الرساله حضرتك. و أنا كمان بتمنى إن مناشدة حضرتك تبقى وصلت، وأنا أعتقد إن مكتب سيادة الرئيس بيتابع النوع ده من المشاكل، وتحديدا لما تبقى مشكلة بتهم أو بتخص جزء كبير من الاقتصاد الوطني وهي صناعة الغزل والنسيج في المحلة، ومش بس في المحلة على مستوى الجمهورية. بتمنى إن مناشدة حضرتك لسيادة الرئيس والمسؤولين في مكتب سيادة الرئيس تكون وصلت. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشكر حضرتك باشمهندس سمير الغنام أمين عام جمعية رابطة أصحاب صناعات النسيج، شكرا جزيلا لحضرتك. صناعة من أهم وأعرق الصناعات في مصر مهددة، مش عايز أقول بالانهيار بس بغلق المصانع وبأنه جزء كبير من العمالة يتسرح، فأنا بتمنى أن يكون في نظرة جادة للمصانع وديل وللعمالة ولمنطقة المحلة الغزل والنسيج من أهم قطاعات الاقتصاد في مصر.